عمار اجى هلا وجايب اغراض. تمام، اول شيء ما قدر كنت ليجيب بطيخه. هلا ليش بيعملوا هيك بالبطيخه قبل ما يشتروها؟ بحكي مع حالي انا ولا مع مين؟ كان بحكي مع حالي. حدا رد علي؟ نرجع علي. ليش بيعملوا هيك بالبطيخه؟ يعني ما فهمت هلا هي شلون بتحسوا اذا قلتنا ولا لا؟ اذا بترن حمراء واذا ما بترن يعني هي صفراء. يعني هلا انا دقيت البطيخه بس ما حسيت انه رنت ولا لا. اوكي، اسمكم البطيخه من هلا ولا نخليها على السحور؟ اوكي يلا بناكل بطيخه هلا وبناكل بطيخه هلا على السحور. خلص رح اسوي لكم نص هلا ونص على السحور. شو صلينا عليه؟ اوكي، وجاب كمان اهم شيء الجبنه لانه الجبنه كثير طيبه مع البطيخ. وكمان جاب شو اسمه هذا، جلاب؟ لا بلا بلا لك تمر هندي مع البطيخ. وكمان جاب شو اسمه هذا، جلاب؟ لا بلا بلا لك تمر هندي. لك هذا تمر هندي، بدي اجيبك جلب يا حمار. بس ما جاب انت بلا. لازم ترنجي فينتو، شيء اساسي. عمار اوكي، جايب وحده تمر هندي ووحده جلاب. على فكره انا هذا تمر هندي مو جلاب، هذا تمر هندي جلاب وهذا جلاب. انا كثير استنست. انا العرق السوسي اللي ما بحبه، العرق السوس ابدا ما بحبه. هلا هدول لازم احطهم بالبراد. ايوه شطور عبد الله زي الزرجين. هلا ما علينا، خلينا نضبط الاغراض واشر لهم نص بطيخه. خلينا نبل ريقنا. بدك انت تشفي يا سيدرا؟ عاملين انا وسيدرا عم نتخانق كيف البطيخه بدها تقشر بالنص؟ ايه بدي اقشرها بالنص هيك. لا مو هيك، انا ما بدي اقشرها هيك. تصفي يلا، انا ما بدي اقشرها. بسم الله، يمكن انا بينعدوا على الاصابع كم مره مقشره بطيخ، بس المفروض اقشر بطيخ. هلا بسم الله، مو هيك سيدرا بلا هيك. يعني ليش مو هيك؟ انا فهمانة على سيدرا، بدي اياها سيدرا بالنص هيك مشان هم تدعبل. لا هيك على فكره، حتى بالمحلات بيسووها هيك، صح ولا لا؟ ما راح اجرح ايدي. كنا عم نتخانق انا وسيدرا شلون البطيخه بدها تقشر. هي ايه بيضة عم تقول الشك. بيضة امي مو بيضة. لا 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 امي مو بيضة. لا 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 بطيخة منيحة بيضة شقرة حمرة. بدي اشوف الطعم اول، خلينا نشوف الطعم. خلينا نشوف الطعم هيك. بصراحة طيبة. قولي والله. والله طيبة. شفتي لك؟ خلص رح نقيم هذا النص. سيدة تعالي غلفي هذا النص. خليني اقشر هذا النص. اوكي هلا كيف اقشرها؟ سيدرا ما بتعرف يا وين الريحة؟ شوف عملت كيف تقشر. ماما كيف بدي اقشر البطيخة؟ استنى عم فكر لازم اقشرها هيك وبعدين هيك. يلا الريحة صح؟ ليك نعمل هيك. ايوه سهلة، طلع الموضوع سهل. بعدين بنقشرها هيك، مثلا نقيم هيك بنقشرها. يعني بتضل يعني مثل ما هي. انا هيك بحب اكل حبيبتي، شايفين؟ انا هيك بحب اكل. عمار عم ياكل وانا قشرت جاط بطيخ، شايفين؟ عملناهم بهالطريقة او عملتهم، يعني عملتهم. شوفوا اطلع مني قشر بطيخ، لاني مثل ما قلت لكم انا تعي خذي نصيحة، خذي وخذي صحون. فانا بحب امسكها مثل ما قلت لكم هيك مثل ما هي واكلها. خليني بس رتب المصيبة اللي صارت هون. شو مرة انا اعمل شو ما كنت بالغلط، كبيت شقفة شقفة على الأرض. هي زحطت من إيدي.
قاعد عم ياكل بطيخ وعم بيعمل هاي الحركات تبع اعطيه لماما اعطيه ماما. طيب اجت اسراء بس التمثيل يو شو عم تقول؟ اسراء طيب استاهلها مروان مروان خلص اسكت اسكت خلص اسكت اسراء ما بدك شيء اسكت لو سمحت اسكت ما تحاول تبرر النوم. طيب ارتاح عن جد روح من هون قطر هو ليش هيك عم يعمل؟ لأنه حكى له عم يذاكر إنه بدي آخذ إسراء إسراء هيك قالت له تعي يعمل؟ شو صار؟ ما بعرف بعطى شرب الهواء وهجم علي فجأة. تعال ندخل لجوا تعال غسل وشك. خانة أنا وعمار على آخر قطعة آخر قطعة كتير طيبة ما ضايل غيرها وعم نتخانق كتير شغلات ما أنه اليوم ما أنه اليوم بتعطيني بوزة شيخي يعطيني البوزة شيخي يعطيني البوزة شيخي راحت البوزة يا الله تخيلوا عم ناكل يا بوز بوز باردة خليها تدوب شوي عمار أطيب ناكل أنا وياك أوكي خلص كيف كنت عم باكلها؟ كتير كتير جامدة شو كيف كنت عم تاكلها؟ هذا وجهك كيف لا ما حفرجيك ما تفرجيني قصدي فبما انه اليوم هيك يعني عم ناكل كل شيء عم يصفن فيها شو هاد؟ لك استمشي تعرف هذا الصوص شو هو؟ لك هذا الصوص ريحته نفس ريحة الصوص اللي بتعمله امي من عند نفس العطار شايفتك انت لا تسرع مني شو هو الان؟ معلقة ليش عم تضحك شو عم تعمل لي؟ ها؟ شو ليش عم تضحك؟ ما ماسك المعلقة هيك يا أكلته كله لشو هاد؟ بحبل كأنه بحبل أول مرة بشوف أكلة بتحبل إن هلأ عم نحكي أنا وسيدرا تمام؟ إنه هلأ الساعة تقريباً حتصير 12 وفي تقريباً 5 ساعات ونص للسحور يعني اكيد ما راح اقدر انا قاوم 5 ساعات ونص ضلني فايقه فننام هلا على 12 وحعير موبايلي على الساعه 4 الصبح يعني اذا فقت على 4 الصبح لسه في معنا ساعه ونص لانه 5:05 بيأذن عنا الفجر ف من في بنتسحر بنسوي سحور وبنتسحر بنستنى الصبح ليأذن نصلي الفجر مثلا ومننا نرجع ننام لأنه بكرة ممكن في 12 واحدة بس ما بدي أضيع نوم بصراحة لأنه النوم برمضان عبارة أنه في هيك قبل والله الأذان بساعة فما بيجوز بصراحة للصيام أضيع بس نوم لا لازم نمارس حياتنا بشكل طبيعي فما بعرف خير ما في أكل بكرة ما في أكل ما في شيء ما في نسكافيه ما في شيء ولا شيء راح اقوم حاول ريح ونام وعير موبايلي اهم شيء انا قلت له عمار انت عير موبايلك على 4 وسيدر عيري موبايلك على 4 وانا كمان مشان الفيل لانه اذا ما فيت مصيبه غير هيك كمان هلا كان ما بحس بشوي جوع هاي من قرش شوي ارجع نام ما بدك تنقرش شيء قبل ما ننام هلا حنفيد احنا على 4 اكلت اندومي بدوني يا خاينه بدك تفيق على السحور مثل ما اتفقنا صح؟ أكيد هلأ لكم أنا بحس أنا لما بتسحر بجوع أكتر مين مثلي؟ ولا بس إنه أنا هيك بحس أنتي سيرة شو؟ لا مو شرط كنت استغربوا ليش أنا نايمة على الأرض سيدرا بدها تحاول تطق لي ضهري لأنه كتير يعني قلت لكم أنا مبارح جسمي بيوجعني ومعضلة بس سيدرا شوي شوي عم بعجنك عجن عم تعجيني عجينة نقاحك بسم الله بس سيدة لا كمان شوي استني شوي بسم الله سيدة بس ما تطقيني هلا يعني بتعرفي متأكدة؟ ايه هلا انا بتذكر طقيتي لي يا مرة ايه لا بسم الله ان شاء الله ما طق انا بدل ما طق اللي ظهري والله انه طق ظهري تعالي انا بدي اجربك كمان والله انه طق شو اعمل بس ما فهميني انه اول شيء انه لما يصير سخن ايه بعدين بتطق